بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي طالبات مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة، مع نستكمل دروس مادة الفيزياء بالصف الحادي عشر. معكم معلمة المادة الأستاذة مها. درس اليوم يا بناتي بيتكلم عن الاحتكاك السكوني. الاحتكاك السكوني بيتوقع من الطالبة في نهاية الدرس أن تكون قادرة على 1- تعرف مفهوم الاحتكاك تعريفا دقيقا، 2- تعدد مجموعة من الأمثلة على قوى الاحتكاك، 3- تميز نوعي الاحتكاك بطريقة صحيحة، 4- تعرف قوى الاحتكاك السكوني تعريفا دقيقا، 5- تطبق العلاقة الرياضية لقوى الاحتكاك السكوني في حل مسائل حسابية. يبقى يا بنات درس اليوم هو الاحتكاك السكوني. طيب تعال الأول تمهيد للدرس أو تهيئة للدرس. إيه هي وظيفة الزيوت في محرك السيارة؟ ليه بنحط في محرك السيارة زيوت؟ قال لي عشان نقلل قوى الاحتكاك بين الأجزاء في المحرك. يبقى وظيفة الزيوت اللي بتتحط في محرك السيارة هي بتقلل قوى الاحتكاك. لماذا توجد بروزات في إطار السيارة؟ هلاقي إطار السيارة فيه قطع طالعة زيادة كده فوق. طيب إيه البروزات اللي طالعة في إطار السيارة دي؟ عايز يزود قوة الاحتكاك. يبقى البروزات اللي إحنا شايفينها في السيارة إيه الوظيفة بتاعتها دي؟ أهي البروزات اللي طالعة دي والبروزات اللي طالعة دي، إيه وظيفة البروزات دي؟ أنا بزود قوة الاحتكاك بين إطار السيارة والأرض. لكن الزيوت هنا بتقلل قوة الاحتكاك. يبقى اما اجي اتكلم عن الاحتكاك، الاحتكاك فيه احتكاك نافع وفي احتكاك ايه؟ ضار. طيب لماذا يتسابق مصمم السيارات على ابتكار تصميمات انسيابيه للسياره؟ يعني دايما اخلي السياره بتاعتي شكلها انسيابي، الشكل الانسيابي ده الشكل الانسيابي للسياره، الشكل الانسيابي ده عشان يقلل قوى الاحتكاك. يبقى هنا وظيفتها انها تقلل قوى الاحتكاك. يبقى لأن مقاومة أو احتكاك الهواء للسيارة بيؤثر في استهلاك الوقود، لذا فالتصميمات الانسيابية بتقلل من الاحتكاك ومن استهلاك الوقود. يعني إيه احتكاك؟ الاحتكاك منه مفيد ومنه ضار، زي ما إحنا شفنا أهو، أنا بحط زيت عشان أقلل قوة الاحتكاك وأقلل الحرارة بتطلع من الموتور. يبقى أنا عندي احتكاك ضار واحتكاك مفيد. الاحتكاك الضار زي إيه؟ زي الأجزاء لمحركات السيارة بيولد حرارة مرتفعة، زي في احتكاك للهواء بيعوق أو يعيق حركة الحركة. في احتكاك مفيد زي الاحتكاك بين إطار السيارة والطريق لمنع الانزلاق. الأحذية بتاعتنا برضو عشان ما تخلينيش انزلق أثناء السير. يعني الاحتكاك هنا بيحافظ على ثبات الجسم أثناء الحركة. شفت ده حصل له انزلاقة، ليه؟ قلت قوة الاحتكاك بينه. الاحتكاك ايه هو الاحتكاك بقى؟ هي قوة المقاومة اللي بتعيق الحركة، قوة مقاومة بتعيق الحركة. بينتج الاحتكاك من التجاذب الحاصل على المستوى الذري بين جسمين متلامسين. الزيوت يا بنات بتعمل ايه؟ بتقلل الاحتكاك لكن ما بتلغوش. يبقى ناخد بالنا ان الزيوت قللت الاحتكاك. يمكن الغاء الاحتكاك تماما امتى؟ يعني ده بيحدث بس في حاله الفضاء. تلاقي رائد الفضاء بيبتدي زي طيران كده مش ثابت على سطح الايه؟ الكوكب. يؤثر الاحتكاك دائما دايما يكون في عكس اتجاه الحركة. عندنا نوعين من الاحتكاك، احتكاك سكوني اهو ده جسم ساكن بتحتاج لقوة اكبر في البداية عشان احركه بس، وبعد حركته بتحتاج لقوة اصغر. يبقى البداية بس هو ساكن كده محتاج مني قوة كبيرة، لكن اول ما بيبتدي يتحرك خلاص. يرجع السبب في ذلك إلى وجود نوعين مختلفين للاحتكاك. هما قلنا احتكاك سكوني واحتكاك حركي. طيب تعال نشوف أنواع الاحتكاك. في لزوجة الهواء، في احتكاك
احتكاك التدحرج، احتكاك الانزلاق لزوجة السائح. الهواء بيندفع على جسم السيارة أو الطيارة. التدحرج بينتج عن التدحرج بين سطحين زي إطار السيارة والطريق. انزلاقي زي انزلاق طابوق على الأرض لزوجة السوائل زي القارب اللي بيبقى في قلب الماء، الأسماك، أي حاجة في قلب مية فبنسميها لزوجة سائل. لكن انواع الاحتكاك زي ما انا قلت في الاول كفيزياء، احتكاك سكوني اسمه اف ستاتيك، واحتكاك حركي اف كاينيتيك. يبقى انا عندي انواع الاحتكاك سكوني واحتكاك حركي. السكوني يحدث بين سطحين لا يتحرك احداهما بالنسبه للاخر، وذلك بهدف البدء في تحرك جسم ساكن. يبقى انا هنا جسم ساكن، الجسمين واحد هيتحرك والتاني يفضل ساكن. تكون قوة الاحتكاك السكوني أكبر، لذا نحتاج إلى بذل قوة أكبر عشان أحرك الصندوق. أما الحركي يحدث بين سطحين أحدهما يتحرك بالنسبة للآخر، حيث يكون الجسم بالفعل متحرك. بيكون قوة الاحتكاك الحركي أصغر، لذا نحتاج إلى قوة أصغر عشان أستمر في تحريك الصندوق. الحالتين دايما قوة الاحتكاك عكس اتجاه الحركة. الاحتكاك السكوني ايه العوامل اللي بيتوقف عليها؟ القوة العمودية بين السطحين اللي احنا سميناها الـ Fn، ومعامل الاحتكاك بين السطحين. يبقى انا عندي عاملين الـ Ff بتتناسب مع الـ Fn طردي، ومع معامل الاحتكاك الساكن برضو طردي. طيب ايه هو الاحتكاك السكوني؟ هو القوة التي يمكن تطبيقها قبل ان يحصل تحرك احدى السطحين. انا هقعد اقصر بقوه على الجسم لغايه ما يبتدي يتحرك. اول ما يبتدي يتحرك خلاص ما بقاش احتكاك سكوني. يبقى هو طول ما انا بقصر بقوه ولسه ما اتحركش ده اسمه احتكاك. اول ما يبدا في الحركه هي دي في بدايتنا اسمها احتكاك سكوني، بعد كده بيبقى احتكاك حركي. عشان احسب قوه الاحتكاك السكوني، الاف ستاتيك بتساوي الميو ستاتيك اف ان. مين الميو ستاتيك دي؟ ده بيعتمد معامل الاحتكاك السكوني على نوع السطحين، على معامل الاحتكاك السكوني. مين معامل الاحتكاك السكوني دوت؟ ده حطينا له زي ما نقول كده رقم من اول زيرو لغايه واحد، من اول زيرو لغايه كام؟ واحد. وملهوش وحده قياس لانه نسبه بين كميتين ليهم نفس وحده القياس. لو انا قلت لك مين اقل احتكاك سكوني هنا، تعال نبص كده. اقل احتكاك الفولاذ المزيت عندي 0.16، التفلون طبعا يا بنات. التفلون هو اقل احتكاك، اقل معامل احتكاك سكوني. طبعا الاف اس هي قوه الاحتكاك السكوني وبقيسها بالنيوتن. الميو سي معامل احتكاك السكوني وليس له وحده قياس. الاف ان هي القوه العموديه. القانون بتاعي الاف ستاتيك بيساوي الميو ستاتيك اف ان. قوة الاحتكاك السكوني الحقيقية يتم تحديدها تجريبيا، طبعا اللي احنا بنقوله ده افتراضي. قوة الاحتكاك السكوني مساوية في القيمة ومعاكسة في اتجاه القوة طالما ان الجسم لم يتحرك وبقى ساكنا. عند حل المسائل بكتب كده الاف ستاتيك بتساوي الميو ستاتيك اف ان لايجاد اقصى قوة للاحتكاك السكوني. إذا علمت أن القوة اللازمة لبدء تحريك طاولة هي 100 نيوتن، احسب قيمة الاحتكاك السكوني في التأثير على الطاولة بقوة 30 نيوتن، التأثير على الطاولة بقوة 70 نيوتن، التأثير على الطاولة بقوة 100 نيوتن. نظرا لأن الطاولة ستبقى ساكنة في جميع الحالات، فإن محصلة القوة بتساوي كام؟ صفر. يعني قوة الاحتكاك ناقص الاف بتساوي الزيرو. يعني الاف اس بتساوي اف، يعني الاف اس بتساوي 30، الاف اس بتساوي 70، الاف اس بتساوي 100. يبقى انا عشان طول ما الطاوله ساكنه يبقى معناها ان زي ما بنقول محصله القوه بتاعتي بتساوي كام؟ صفر.
ملحوظه هامه حول قوه الاحتكاك السكوني. عندما يكون الجسم المرتب حريقه على مستوى افقي فان القوه العموديه تساوي الوزن. يعني ممكن اشيل الاف ان واحط بدلها مين؟ الاف دبليو. عندنا سؤال صفحة 4 صفحة 17. تدفع امرأة قفصا خشبيا كتلته 40 كيلوغرام على أرض خشبية فتؤثر قوة أفقية مقدارها 120 نيوتن دون أن يتحرك القفص، ثم تؤثر قوة أفقية مقدارها 160 نيوتن دون تحريك القفص أيضا، وأخيرا أثرت بقوة 200 نيوتن فبدأ بالتحرك. ما أقصى قيمة لقوة الاحتكاك السكوني بوحدة النيوتن؟ ما مقدار معامل الاحتكاك السكوني؟ هي أثرت في الأول ب 120 ما اتحركش، 160 ما اتحركش، اتأثرت ب 200 اتحرك. يبقى الأول لازم أقول لنفسي إن الـ FN بتساوي مين؟ الـ W اللي هي بتساوي MG، فهضرب الـ 40 في الـ 9.8. نظرا لان القفص سيبقى ساكنا في جميع الحالات فان الاف اس ناقص الاف بيساوي زيرو، يبقى الاف اس بتساوي الاف. عندما يبدا القفص في الانزلاق فهو دوت الاف اي استاتيك ماكس، يعني اللي هي بتساوي 200 نيوتن. طيب انا عارفه ان الاف استاتيك بتساوي ميو اس في الاف ان، عوض عن الاف ان وعندي الاف اس، يعني ال 200 على 392 طلعت نص. هل ليها وحدة قياس؟ لا ملهاش وحدة قياس. بناتي ان شاء الله زي ما بنقول اسئلة الاحتكاك السكوني سهلة ومعاكم، ونبتدي نشوف الاسئلة مرة واثنين وثلاثة. مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق. اجازة سعيدة وان شاء الله نتقابل يوم الاحد، لا يوم الاثنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.